فما أرقام معبرة برشا وتعبر لنا عن مدى إحباط الشباب بتاعنا، وسامحوني في الكلمة قصر النظر بتاعه. الأرقام هذه خذيتها من مخرجات الحوار المجتمعي حول الشباب اللي تعمل عنده سنوات، والأرقام ما تحركتش كي تعاودت. الرقم الأول اللي يثير الانتباه، 62% من المستجوبين الشبان يحبذوا يخدموا في الإدارة التونسية، يعني بيرو مسمار في حيط، شهرية قارة ما فيهاش اجتهاد. هذا يؤكد أنه الشباب التونسي، مش الكل، أما 62% اللي تم استجوابهم تنقصوا المبادرة وتنقصوا الجرأة أنه يغير المنظومة التشغيلية. عقلية الشهرية، عقلية كل رأس شهر صبوشي، ويقعد طول عمره يسأل في صبوشي، وطول عمره يجري ورا الشهرية، ولا شهرية خالتة على أختها. كذلك عقلية الراحة، الجلوس على المكاتب، يشرب قهوة، كابوسان، كاسكروت، يلعب تريح هاك السوليتير هذاك اللي تتقام فيه ديما، حقهم يعملوا بطولة وطنية للعبة السوليتير في الإدارات. هذا ما يمنعش أنه فما نقص كبير من التشجيعات من قبل الدولة، اللي الدولة تجيها برامج وإعانات بالدول الأجنبية باش يشجعوا الانتصاب على الحساب الخاص. برشا فرص تجي، وفما دي فونداسيون موجودة، وفما إدارات تونسية معنية خاصة في وزارة التشغيل والتكوين، جيهم دي فون من الخارج باش يشجعوا الناس على الانتصاب، يعملهم طاولة أربع كراسي، تكوين، بوز كافيه، امشي ايجا، دراسة مشروع، دراسة جدوى. فك المرحلة هذيك الكل يبدأوا يقلوا الناس اللي بداوا، يبدأوا يخرجوا من الصف، ينقصوا خاطر كثرة المسافة ومازال ما وصلهم شيء، وفي الاخر بكل يوصلهم الا الفتات، والفلوس الكل تمشي فيما يسمى هك التكوين هذاك، وكلي بوز كافيه اللي حكينا عليهم، والخلاص نتاع المكونين اللي باش يكونوا العباد باش يتكونوا ويكونوا مشروع، وتمشي الفلوس سبهلة لا في التكوين. الرقم الثاني، وفي علاقة بسوق الشغل، 53% من الشباب يعتبروا انه دراستهم ما مكنتهمش باش يدبروا خدمة. يعني اشتر اكثر من اشتر متاع الشباب قراوا قراية مش مقتنعين بها، او قراية عارفين اللي هي ما توصلش وبتبعتها ما وصلتهمش للخدم، وهذا امر خطير ياسر زادة. خاطر اذا كان التعليم متاعنا يخرج في العاطلين والمعطلين على العمل، فيولي الملاحظة الاولى اللي لاحظوها انه فماش تنسيق بين التعليم وسوق الشغل. يلزم التعليم يتعاود ويتبدل، ويلزم متطلبات سوق الشغل يتبعها التعليم اللي يلبي المتطلبات هذه. رقم اخر، 42.6% من الشباب المستجوب يعتقد انه التكوين المهني في تونس مهمش وغير مثمن، رغم اللي نجم يكون اسرع طريق للعمل. وبرا مشيو وتفرجوا في مراكز التكوين، شوفوا الماتريال الاركايك اللي يخدموا به، شوفوا ظروف الإقامة في برشا أماكن. أنا بيدي مشيت وطليت على ظروف الإقامة متاع الشباب المتكون، وعلى الماتريال اللي تكونوا به، ماتريال فاتوا الزمن وفاتوا العهد، كيفاش باش ينجم يتعلم هالحرفة هذه. ودايوغ اللي يتخرجوا من مركز التكوين يلزمهم من بعد تكوين آخر سو تيران، فك الشركات ولا الورشات اللي تستقبلهم. رقم آخر مهم برشا، يقول اللي 45.2% من الشباب يعدي بين ساعة واربع سوايع في القهوة. معناه شطر الشباب حياته يعدي فيها في القهوة، وهذا أمر خطير ياسر زادة، ومعناها لا يمشي لدور شباب ولا دور ثقافة، لأنه اللي الخدمات حسب رأيهم غادي ما تلبي لهمش طموحاتهم ورغباتهم. وبالنسبة للشباب المدرسي والجامعي، يقول لك ضغط الدراسة ما يخلينيش نتمتع بها دور الشباب ودور الثقافة، هذه اللي تنقصها برشا حاجات. والمقاهي شو معناها؟ مقاهي انه مش يمشي غادي يتعلم الشيشة، يتكيف الدخان، يضيع وقته، يشرب برشا قهاوي، منبهات، استرخاء، ويستانس بك الاسترخاء هذاك. وانا نقول الشباب هذا يرفض، عنده الحق يرفض دور الشباب والثقافة لخاطر فارغة، خاصة في المعتمديات داخل البلاد،
فمش ماتريال تلقى في دار الشباب ودار الثقافة، سونو ما يخدمش، أضواء مكسورة باش يعمل مثلا مسرح، ما عندوش موزع متاع صوت، ما عندوش موزع إضاءة، ما عندوش مؤطر، ما عندوش ميزانية باش ينجم يعمل يتدرب على مسرحية ولا يتدرب على عرض فني، تواول مكسرة في دور الشباب. ما إيش باش يلقى؟ ما نحكيش على دور الشباب داخل المدن اللي فيها مضيفات شباب وغيره، نحكي على الداخل، داخل الجمهورية ناقص ياسر، حصلوا ما تلبيش طموحات شباب، الشباب اللي العصر قاعد ينقص واحنا قاعدين في بلاصتنا ما تقدموش، واللي ما يتقدمش يوخر. مشكل الشباب بتاعنا زادة انه الاعلام مش قاعد مهتم به برشا، وكذلك الحكومات، يعني وين تمثيل الشباب في الحكومات داخل البرلمان داخل المجالس البلدية مينوريتي اقلية؟ نحب نراو الشباب في مواطن القرار على خاطر يعرفوا شنو هي مشاكلهم ويعرفوا شنو هي الحلول نتاعهم.